انا اسمي مصطفى الهلالي، بلعب ايكيدو بقالي 12 سنه، حزام اسود 5 من الاتحاد الدولي للأول جابان بودو الياباني. انا المدير الفني للجنه الايكيبودو بالاتحاد المصري للجودو والايكيدو والسومو. الايكيدو هي لعبه قتاليه هدفها الدفاع عن النفس والسيطره على الخصم عن طريق حاجتين. اول حاجه ان انا بقفل على مفصل من مفاصله، او برميه. انا برميه او اقفل على مفصل من مفاصله من حاجتين، يا اما هو بيجي يمسكني او يخنقني او يضربني اي ضربه، سواء بقى الضربه جاي يضربني ضربه على راسي، جاي يضربني بالبنيه في وشي، ايا كان نوع الضربه واي نوع من انواع المسكات. الجزء الثاني او القسم الثاني اللي عندنا في الايكيدو هو قسم السلاح. عندنا في السلاح جو عصايا وبوكن سيف وسكينه. السلاح ده بعمل بيه حاجتين، يا اما بستنى الخصم وهو معاه سلاح يخش يهاجمني بيه وانا بحاول اخده منه وارميه او اقفل مفصل من مفاصله واخد منه السلاح، او انا اللي معايا السلاح ده وداخل اهاجم بيه الخصم اللي قدامي. طبعا كل شخص ينفع يمارس الايكيدو سواء ولد او بنت. من اول 7 سنين لحد 60 سنة. وكمان الميزه عندنا ان احنا بنخلي كل فئه عمريه معاها مدرب خاص بيها. الايكيدو فيه ميزه جميله جدا ان انت اول ما بتبداه مش محتاج ولا قوه عضليه ولا محتاج يبقى الفتنس بتاعك عالي ولا محتاج تبقى رشيق، لا خالص. كل ده بيعلى مع الوقت في التدريب. انت كل تمرينه هتبقى احسن من التمرين اللي قبلها. ممارسه الرياضه بشكل عام ليها فايدتين. اول فايده ان انا بتعلم تكنيك. فانا مثلا في السباحه انا بتعلم ازاي اعوم، في اي لعبه قتاليه انا بتعلم ازاي ادافع عن نفسي. الهدف الثاني ان احنا بنحاول نخرج الطاقه السلبيه اللي جوانا. كل واحد فينا اللي جاي من شغله واللي جاي من مدرسته واللي جاي من بيته، احنا جايين هنا نتبسط، ودي من ضمن الاسباب والاهداف الرئيسيه عندنا. احنا بننزل نلعب رياضه عشان نتبسط وعشان نتعلم تكنيكات جديده. وكمان في ميزه قويه جدا في الايكيدو ان الايكيدو لعبه عائليه جدا. انا عندي في عائلات كامله بتتمرن، اب وام واولاد بيتمرنوا معانا في نفس التمرينه، وكل فئه عمريه مع المدرب بتاعها.